تبدأ غدا السبت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات وعلوم الامتحان في مادة اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا. وانتهت المديريات التعليمية بجميع المحافظات من توزيع الكمامات والمواد المطهرة على المدارس التي سيتم توزيعها على الطلاب والمراقبين، بالإضافة إلى تركيب أجهزة التعقيم بالمدارس، كما تم الانتهاء من تشكيل غرفة عمليات اهلا بكم مشاهدي الكرام. احنا قلنا هنتكلم على الثانويه العامه، اسمحوا لي انا يعني اقتصرت في الارقام اللي اتكلمت فيها على الثانويه العامه او على طلبه الثانويه العامه الى 393,021 طالب، دول بس في الشعبه العلميه. المهم ان الارقام مش بس مجرد ارقام لطلبه راحت تأدي امتحانات، ولكن هي فكره دائما ما بتشكل هذا الضغط الموسمي الدائم على كل أولياء الأمور وعلى الطلبة باعتبارها أحد أهم البوابات التقليدية للمستقبل، زي ما كنا بنراها وزي ما أهلنا كانوا بيروها وزي ما أظن أنه إلى حين هيظل الجميع يرى الثانوية العامة أحد أهم البوابات التقليدية للمرحلة الجامعية وما بعد الجامعية. أهلا بحضراتكم، اسمحوا لي أن أحيي باسمكم الأستاذ سيد مصطفى، وهو مدير تحرير الأهرام المسائي ورئيس قسم التعليم بها. أهلا بك فندم. أهلا بك. غدا امتحان الثانوية العامة، غدا امتحان اللغة العربية بها، ما هي الإرشادات التقليدية؟ كيف تتعامل وزارة التربية والتعليم وكيف يتعامل الطلبة مع هذا الحدث؟ اولا الحدث اهميته في حاجه واحده بس، ان الطالب احنا هي في ثقافه في المجتمع على اهميه الثانويه العامه، عشان كده اي اقتراب من التطوير فيها بيحدث نوع من القلق، نوع من القلق في الاسر المصريه في كتير جدا. بس الوضع خلاص انتهى، اتحددت الملامح الرئيسيه بتاعت الامتحان منذ ان انتصر الرئيس السيسي طلاب الثانوية العامة، وأصبح الورقي هو الأساس، فالمفروض الطالب ما قدموش غير ورقة الامتحان اللي هو بكرة إن شاء الله هيبدأ. انت حضرتك بتتكلم على هذا الانتصار لأنه ما فيش فرصة أنه يحصل أي نوع من البلبلة من البلبلة، خلاص انتهى هذا الموضوع وأصبح الامتحان ورقي، هو بيعتمد على البابل شيلد وعلى الأسئلة. بس في نقطة معينة أنا بنصح بيها ولادنا، ان هو لازم يسجل البيانات بتاعته كويس قوي على بابل شيت، يسجل، لان هو لازم يسلم كمان ورقه الاسئله نفسها لازم تتسلم مع البابل شيت الاثنين مع بعض. ليه بقى؟ لان هو مش هيطلع بورقه اسئله لان هو موجود عليها البيانات، لان الاسئله لوحديها والثانيه ورقه اجابه لوحديها، فلازم الاثنين يكونوا موجودين يرفقوا مع بعض، لان انا عندي تصحيح الكتروني من خلال السكانر، يعني هي بتتحط الورقه للطالب وبيتصحح الكتروني بعيدا عن التعامل البشري، وده كان الهدف من التطوير الاساسي من الاول منذ ان بدات الخطه في 2018 مع الدكتور طارق شاوي، ان انا اعمل امتحان الكتروني بدون تدخل بشري عشان يبقى سواء من البدايه، سواء في اجراء الامتحان او في عمليه التصحيح او في عمليه التصحيح كان من الاول. لكن دلوقتي هيبقى في نص تكنولوجيا بس، نص تكنولوجيا فقط. لا، ما فيش نص تكنولوجيا، انا يعتبر التكنولوجيا غير موجوده، يعني لان هو الطالب بيسجل بياناته فقط على البابل على التابلت، او هو هيستعين بالتابلت. انا كسفت اسال حضرتك ايه البابل شيت ده؟ نعم، كسفت اسال ايه البابل شيت ده؟ لا، البابل شيت اللي هو اللي بيجاوب على ورقه الاجابه اللي بيجاوب عليها الطالب اللي فيها العلامه، يعني مثلا السؤال عليه اربع اختيارات، فهي الورقه اللي فيها الاختيار اللي اختاره الطالب، اللي هي بتتحط على السكانر هي اللي بتطلع النتيجه بتاعه الطالب، هي دي البابل. لكن الطالب لازم شيت في البدايه ان هو يسجل بياناته على التابلت، على بيسجل بياناته على التابلت، حتى لو مسجلهاش على التابلت مش مشكله، هو الاساس عنده هو البابل شيت، ورقه الاسئله لازم البيانات بتاعته تكون موجوده موجودة مع الطالب، والطالب لو مسلمش ورقة الأسئلة كمان
بيتعمل بيه محضر وتعتبر المادة هو راسب فيها. يعني هو لازم كمان يستلمها. هل كلهم عارفين التعليمات دي؟ وهل مهمة رئيس اللجنة أو المراقبين أن هم يعيدوا إرشاد الطلبة؟ لا، هم الأساس بتاعه أن هو لازم يمضي كمان على الورقة مع الطالب عشان تبقى العملية واضحة زي الشمس. يعني الطالب يمكن نسي، لا أنت دورك أنك أنت تعيد التصحيح مرة أخرى، وما فيش ورقة تتسلم للجنة الإدارة بدون أن هي تكون كل حاجة فيها جاهزة. يعني البيانات بتاعت الطالب، لأن البيانات الطالب هي اللي بتطلع منها خلالها النتيجة بتاعته، فلازم البيانات تبقى كاملة وحاضرة للطالب. في كمان اللجان، الإجراءات الاحترازية كمان اللي موجودة في داخل اللجان، ده مهمة جدا أن اللجنة فيها 14 طالب فقط، مش 20 زي ما كان قبل كده، هم 14 فقط عشان يبقى في مساحة تباعد، مساحة تباعد ما بين الطلاب. وفي تعليمات حتى للمعلمين نفسهم، يمكن لأول مرة أن أنا يكون عندي 313 ألف أو أكثر معلم مشاركين في عملية المراقبة. فدي عدد كبير جدا، يعني نتكلم على 134 ألف، فأنت بتكلم على عدد كبير جدا. ليه؟ لأن اللجان توسعت، بدل ما أنا عندي 20 فالأربعة دول بيتوسعوا في عدد لجان، بدل ما أنا عندي كان 1800 لجنة في السنوات السابقة، أنا عندي 3300 لجنة السنة دي. فأنت بتتكلم سيادتك على أعداد لجان كبيرة جدا، فبتحتاج بشر أكتر. في نفس الوقت في تعليمات مباشرة إن في 10 مدرسين على الأقل هيكونوا موجودين في المدرسة، في داخل المدرسة، إن هم اللي بيفتشوا الطالب بالأجهزة، هم اللي بيعرفوا إذا كان الطالب معاه جهاز ولا لأ، في نفس الوقت هم اللي بيقيسوا الحرارة بتاعت الطالب، يعني هم بينظموا الصفوف عشان ما فيش احتكاك يكون بين الطالب برضو كإجراءات احترازية، ودول ممنوع نخش اللجان. وطبعا مفروض إنه عدم استحاب الهواتف النقالة نهائيا، مش موجودة. ده كمان التابلت اللي موجود معاه الطالب ده هيتفتش عليه كمان من تطوير التكنولوجي، بيشوف وده هيبقى في وقت متاح طبعا، لان هو بيروح الساعة 9 والامتحان 10، يعني قبليه بساعة، يعني فالساعة دي كلها للإجراءات طبعا، لان كمان بشوف ان التابلت، ما انا ممكن اجيب تابلت نفس المشابه للتابلت بتاع الوزارة. طب تسمح لي فندم، هو ايه الحكمة بانه الطالب يستصحب مع التابلت وهو اصلا هيمتحن ورقيا؟ الهدف منه حاجتين، حاجة ان هو بيسجل البيانات بتاعته عليه، وفي نفس الوقت عليه الكتاب بتاع المدرسة، لان اوبن بوك اللي موجود الامتحان، فممكن يدخل على التابلت يشوف الكتاب اللي هو موجود اوبن بوك، لو عنده نظرية او عنده حاجة عايز يرجع لها فممكن يرجع لها لكتاب المدرسة. في حاجات معينة لازم الطالب يعرفها، ان هو هيدخل بكتاب المدرسة نفسه فقط، يعني في كتاب مثلا زي كتاب النحو بيستلمه الطالب في اولى ثانوي، بيقعد معاه اولى وثانيه وثالثه، ده ممنوع دخوله عشان بس الطالب يبقى عارف، ده ممنوع ليه؟ دخول هذا الكتاب، لان هو معاه الكتاب الرسمي بتاع الوزاره بتاع السنه ثالثة. هو ده اللي بيدخل، وده هيكون بالنسبه لي كمان اللغه الانجليزيه وكل المواد. طب ايه يا فندم، هو ده اول مره يطبق موضوع الامتحان في الكتاب المفتوح، ان الطالب يخش مع الكتاب اول مره ايه الحكمه؟ الحكمة لأن نظام الامتحان اختلف، ما فيهوش حفظ وتلقين نهائي، يعني ممكن يجيب له سؤال في مقارنة ما بين نهرين، نهر مثلا النيل ونهر الدجلة والفرات، في وده مش موجودين في الكتاب، يعني عنده بس هو بيتكلم عن السهول، بيتكلم عن الأودية، بيتكلم عن الحاجات دي كلها، لأن الكتاب خد الكتاب قدامك، هو مفيش مشكلة، بس طلع لي منه المعلومة بتاعت اللي أنا عايزه، مش هيعرف. يعني تقصد إنه الكتاب في حد ذاته مش هيكون عامل مساعد، مش عامل مساعد، هيبقى عامل مساعد في لو في نظرية عايز يرجع لها أو في حاجة زي كده، إنما هو الأسئلة مش الامتحان عمره ما هيحتوي مضمون مباشر، المضمون مباشر اللي موجود في الكتاب. طب إيه فندم التطور، الفكرة التطور في صياغة الأسئلة واختيار نوع الأسئلة اللي فيها إعمال للعقل، دي بس مش نموذج الثانوية العامة، ده حتى على المراحل الابتدائية في كل الامتحانات اللي صاحبت أزمة كورونا، إنه بيديك أربع يعني اختيارات فيهم إجابة خاطئة وثلاث متشابهات. لا، السنة دي مش هيكون ده موجود، يعني ممكن يكون في اثنين بعيدين تماما، ده هيبان من بكرة، وفي اثنين فقط هو
اللي الطالب هيدور على الإجابة بتاعتهم، والاثنين والاثنين صحيحين. صحيحين. طب يا فندم، هو لو اختار من الإجابات الصحيحة، يعني عنده ده احنا شفناها مع أولادنا في مراحل تعليمية أقل، لما بيختار بين الإجابات والاثنين صح، بيتم تقييمه إزاي؟ لا، هنا في الحالة دي في واحدة بس فقط صح، اللي هي بيشملها انه في صح والأصح. انت دايما انت دايما بتفضل يعني بيتعلم على الصح بتاعه ان هو لازم يختار الاصح، الاصح مش الصح. دي شغلانة صعبة. ما هي صعبة، هي دي صعوبة. هو للأسف الحملة اللي اتعملت على نظام الثانوية العامة الجديد، الحملة دي للأسف الشديد الناس تمسكت في الحملة بتاعتها على امتحان تابلت الكتروني ولا ورقي، ونسوا ان المشكله الاساسيه في الاسئله نفسها. هي نظام الاسئله وشكل الاسئله اللي دي كمان على فكره يا فندم، هي دي الاساس، رفضت انها متابعه حتى في مراحل تعليميه غير الثانويه العامه. أيوة. في الابتدائيه وفي الاعداديه. ما هو الابتدائي انا عندي نظام معين في الابتدائي، هو لغايه يمكن دخل رابعه ابتدائي، اللي هو المشروع القومي بتاع الرئيس السيسي، اللي هو احنا بنقول عليه 2.0 بالعربي، بالعربي او هو اطلقوا عليه هو الاسم ده. طيب بتاعه يعني. ليه اطلقوا عليه كده؟ على اساس دي نظام مرحلي جديد لسه هيبدا، كي جي 1 كي جي 2 اولى ثانيه ثالثه، السنه دي داخل على رابعه. ده ليه نظام مختلف تماما في التعليم، وده اللي احنا كلنا ايدنا فيه الدكتور طارق شاوي، ان دايما العماره لما تيجي تبنيها هتبنيها من القاعده، من الاساس بتاعها، مش لازم الثانويه. يعني دخوله في الثانويه العامه يمكن هو اللي لخبط كل الكيان اللي موجود في الاسره المصريه. كان ساب، انا من وجهه نظري ويمكن اتناقشت معاه كتير في هذا الموضوع، ان احنا كان استمر في عمليه التطوير من تحت لغايه ما وصل للثانويه العامه، كانت الامور دخلت في اطارها الطبيعي بدون اي خلافات حادثه. يعني بس هي خلافات حقيقيه ولا مجرد تخوفات من اي طالب؟ لا، شوف اقول لسيادتك حاجه، اي تغيير في النفس البشريه بيخوف. صحيح. حتى لو كان ما بالك بقى في الثانويه العامه اللي هي فيها مستقبل الابن، فيها مستقبل الطالب، فيها بيحدد حتى مستقبل الاسره نفسها، وخاصه الاسر الفقيره، بيغيرها من طبقه الى طبقه اخرى لما بيتعلم تعليم جامعي وبيكون متميز، فبينقل الاسره بتاعته كلها، مش هو لوحده فقط. فهي الثانويه العامه بالنسبه للمجتمع المصري يعني حياه، مش عنق الزجاجه كمان زي ما بيقولوها دايما، بيقول لك ده هي عنق الزجاجه، لا، ده هي حياه اسره بالكامل الثانويه العامه. طيب تسمح لي يا فندم يعني نوسع الموضوع شويه، لانه دايما كنا واحنا في الثانويه العامه لما بنقعد نسمع النصايح، ما هي خلاص اللي بيقولوا اللي ذاكر ذاكر. لكن هي فيما يتعلق بفكره التعليم، انت حضرتك هنا بتتكلم على انه في مرحله جديده هتبدا من مرحله ما قبل التعليم الاساسي لحد السنه 2017 بدات بالفعل، وانا داخل في سنه رابعه السنه دي. هل الهدف الاساسي منها هو تاهيل الطالب انه يكون صالح للامتحان والامتحان ملائم ليه؟ اللي هي لما يوصل لمرحله الثانويه العامه انه يكون عندك طالب مش حافظ اللي موجود في الكتاب، لكن عنده القدره انه يفكر. بيفكر، وكمان هو في كمان في ميزه كمان في المناهج بتاعته، ان المناهج بتعتمد على التفكير، بتعتمد على ان الولد مشارك، يعني حتى المعلم اللي موجود ده ميسر للطالب، مش ملقن ليه للمعلومه. وده الحاجه الجميله، يعني احنا عندنا انظمه تعليميه جديده دخلت في مصر محدش واخد باله منها. يعني انا لما جيت دخلت النظام الياباني، الرئيس السيسي لما كان في زياره اليابان وجاب معاه المدارس اليابانيه، التوكاستو، النظام التعليم في اليابان ده حوالي في 22 او 23 حاجه اجتماعيه خاصه بيها، يمكن انا خدت جزء كبير منها، واحد بس هو ده الهدف منه، هدف البناء الاجتماعي والتفكير للطالب ازاي في النظافه، في مشاركه المجتمع مع التعليم، في حاجات كتيره جدا موجوده فيه مش موجوده في التعليم بتاعنا. تقبل تحياتي يا فندم لضيق الوقت، انا كان عندي اسئله كثيره بس هذا هو العرف عندنا احنا كمان. انا بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. الاستاذ سيد مصطفى، وانت مدير تحرير الاهرام المسائي ورئيس قسم التعليم، اشكرك يا فندم مساعدتي بهذا اللقاء. شكرا موصول لكم مشاهدي الكرام، نتمنى كامل التوفيق والثبات والهدوء لطلبه الثانويه العامه، واشكركم. هذه نقطه ختمنا، نتمنى في وحيكم.